ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ميس سلمى؟ الحمد لله. انت وحشتينا جدا. انا كويس الحمد لله. انت وحشتيني قوي. وانت اكتر. واصحابي كمان وحشوني جدا. انا كنت مستنيك علشان اسمع باقي القصة بتاعة سيدنا نوح. طب يلا نسمعها مع بعض. انتوا فاكرين الاول احنا قلنا ايه المرة اللي فاتت؟ انا فاكر كويس. القصة كانت حلوة قوي يا ميس سلمى. طيب ايه كنا وقفنا عن عند ايه المرة اللي فاتت؟ احنا كنا وقفنا عند قوم نوح اللي كانوا بيقفلوا ودنهم وبيغطوا وشهم ومش عايزين يسمعوا حاجة خالص، فربنا قال له ابني السفينة، لكن احنا مش عارفين هيبني السفينة ولا لا، هيبني السفينة في الارض ولا فين؟ سمع كلام ربنا ولا لسه؟ انا عايزة اعرف بسرعة والنبي عشان انا متشوق جدا. طيب تعالى نشوفها في المسرح مع بعض. ماشي انا مستعد يا ميسي. يلا يلا يلا. حينما لجأ سيدنا نوح الى الله سبحانه وتعالى امره الله سبحانه وتعالى ببناء سفينة، فاطاعه سيدنا نوح دون نقاش، وبدأ سيدنا نوح ببناء السفينة. وجاءه رجل من قومه يضحك عليه، لماذا تبني سفينة في الصحراء؟ هل أنت مجنون؟ ولم يرد عليه سيدنا نوح واستكمل بناء السفينة. حتى استكمل بناء السفينة وعندما انتهى صعد المؤمنون إلى السفينة وأيضا الطيور من كل نوع زوجان والحيوانات من كل نوع زوجان ذكرا وأنثى. وحينما انتهى أمر الله سبحانه وتعالى الأرض بأن تخرج ماءها، والسماء بأن تهطل مطرها، وبدأ الطوفان. ووجد سيدنا نوح ابنه وهو يصعد إلى الجبل، فناداه سيدنا نوح، يا بني اركب معي. قال له وابنه، لا يا أبي، سأصعد إلى قمة الجبل ليحميه من الماء. وبدأ الماء بالصعود حتى أغرق جميع المشركين. وحينما أغرق جميع المشركين أمر الله الأرض بأن تبلع ماءها والسماء بأن تكف عن الأمطار، ورسلت السفينة ونزل الطيور من السفينة إلى الأرض والحيوانات نزلت إلى الأرض والمؤمنون نزلوا إلى الأرض. واستقر المؤمنون على الأرض، ولكن الشيطان لم ييأس ولن ييأس عن محاولة إغوائهم حتى تقوم الساعة.